مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تبعوا معنا قصة مروة، قصة مروة اللي ألمت المغاربة وألمت العائلة عند 14 سنة اختفت على الأنظار. مشاهدينا الكرام، الكل كان يساهم من أجل الوصول لمروة. بديت نور رأي العام أكثر في الموضوع. المعلومات اللي وصلتنا أنه في تلك الظاهرة ديال الهجرة الجماعية بين قوسين المنغومة 15 سعود اختفت على الأنظار، حاولت مع اتفاق كان بينهم مجموعة من الصديقات في المدرسة، هما تخلفوا ما التزموش مع داكشي اللي اتفقوا عليه. هي خدات مبلغ ديال 800 درهم من دارهم بدون موافقة والديها، غبرت. مشاهدينا الكرام، الآن خبر جد صعب. مروة قيادي اللي حدايا، وأخيرا تم العثور على مروة، ولكن هادشي اللي سمعت عند مروة صدمة العمر. الرحمة كنا كنسمعوا الناس سبحان الله ديالهم ولا بين قوسين، حيت هي الحقيقة. البعض كانوا كيقولوا شفنا كاين اللي شافها. ما هو النهار الأول الدرية الشمال 24 ساعة وهي في البحر، كيفاش تبعوا معايا مروة؟ على سلامتك. يسلمك. غادي تعاودي ليا مروة كيفاش جات الفكرة، كيفاش اتفقتي انت والبنات هما ما مشاوش وانت هزيتي 800 درهم وشديتي الطريق ومن تما للشمال فهاديك 15 سعود، ياك؟ يلا عاودي ليا كيفاش اتفقتو نتوما. انا جدات الدريه قالت لي راه غادي نمشي نحرك انا وشي دريات، قال لي غنشوف فلوكا صافي. قلت ليها واش نمشي معاكم؟ قالت لي يلا. قالت لي نهار الجمعه نتلاقاو في الصباح ونمشيو كاملين. في نهار الجمعه تلاقيت معاهم، قالت لي صافي ما بقيتش غادي خاوي بيا كامل صافي. انا مشيت حيت اصلا كنت كنسمع على هاد 15 سعود صافي، قلت نجرب. انا مشيت شديت طاكسي، شديت الكار، مشيت واحد المرض منتني ما كيوقفوني براجات كتقول لهم راه معايا. تلاقيت مع شي وحدين بملال. المره اللي ضمناتك فين تلاقيتي معها؟ في الكار. قلتي لها الحقيقه ولا قلتي لها؟ قلت لها قلت انا غدا حارقه. قالت لي جي جلسي حدايا وانا غادي نضمك. وتلاقيت مع شي وحدين بملال، هما اللي قالوا لي مشيو مجموعين صافي. الكار اللي شديتي لفين؟ من كازا لفين؟ من كازا لطنجه. هذاك الكار كان مجموع فيه غير الحراقه، داك الشيء علاش وصلنا معطلين ما وصلناش هذاك الربعه صافي. شحال من براج وقف انا جلست القدام فيما كيطلع شي بوليسي كتقول لي راه معايا شي طلاقات، كتقول لهم راه معايا صافي. وصلت تما، وصلت لطنجه، بتنا واحد الليله فواحد الجزر دابا مجموع فيه غير الحراقه ما كيدوز فيها البوليس بزاف. غد لي رفقنا مع السته مشينا صافي، مشينا في طنجة كنبقى في الأول نحرك. قال لي اش ديك الدراري نمشيو على الغابة، وانا ما كانش عندي ديك الفكرة ديال الغابة، كنت معاه ولا نمشي عمان صافي. مشينا من طنجة للفنيدق، من الفنيدق مشينا خلينا شي بغاو يتبدلو العسكر، حيت كانوا ماشي كانوا عسكر كيتبدلو مع ستة ونص. يلا بغاو يتبدلو، حنا هربنا ليهم نقزنا الصور، تخبشت في رجليا بزيزوار صافي. كنا لابسين ديك الساعة الوطنية ديالنا، لابسين حوايجنا، تلاحينا في الحارة مشينا. كان مقيدنا واحد الدري هو اللي كان قدامنا. دخلتو للبحر؟ دخلنا للبحر. دخلتو في الليل؟ لا، مع داك سبعة ونص بحال هكاك، سبعة ونص حنا مشينا صافي. بقى داك الدري مقيدنا، ما بقى صراحة ما بقيتش عاقلة على الوقت شحال باقي. لا بلاتي دابا ديك مقيدنا، واش في البر ولا في الماء ولا دخلتو كتعومو؟ لا في الماء، كنعومو هو اللي جا قدامنا، حنا كنا وراه تابعينو صافي. خرجت لينا واحد الحويطه، بقينا في مخلوعين تما، كان يتجمعنا شحال وحنا جالسين. تمشات صافي، مشات كملنا العمل. كيفاش جالسين؟ كنا واقفين في الماء. باش ملي كتشوف قلتي لي مشيتو، قولي لي بالضبط معاش دخلتو للماء؟ سبعة ونص شحال انت في الماء؟ ما تظلم الحال، المهم بقينا تظلم الحال صافي. يلاه وصلنا، يلاه كيبان لنا البوليس ما كاين ما والو، حتى كيبان البوليس تابعنا هاجمين. كاع البوليس تابعنا من الله، شدونا البوليس دخلونا لديك البلاصة اللي كيجمعو فيها البوليس ديالنا. واه ديالنا، فيه البوليس والخزنية العسكر كلشي مجموع فيه. جمعونا في ديك البلاصة اللي كيجمعو فيها الحراقة، خلاونا تما شي سيمانة وحنا مجموعين تما. جا والديا كيقلبو، حنا كنا تما صافي. تخرج صافي، دازت ديك السيمانة، جمعونا حنا كاملين في واحد كار، صيفطونا لميدلت كل وحدة فيه صيفطونا، صيفطوه لميدلت والناس الآخر صيفطوه للعيون. حطونا في ميدلت بشي واحد الدرية كارية تما، العيون الشرقية ماشي العيون ديال الصحراء. لا الصحراء، شوف الصحراء على حسب. ولكن كيفاش واش من الفنيدق للعيون؟
هادشي اللي قالت لي. المهم واخا قولي لي انت فين مشيتي؟ انا مشيت صفت لي ميدلت، مشيت ميدلت بقيت جالسة تما شحال، حيدو لي التيليفون، حيدو لي الصاك، حيدو لي كلشي. نوامر كنت حزم، كنت مقيده نوامر في واحد الورقة باش نبقى عاقلة عليهم. وداك التيليفون اللي عندك فيه كان كي كان في الماء كي درتي ليه؟ لا ديرها بسيطة تخسر الماء صافي. حيدو لي التيليفون، قلبونا الشكاير، خلاونا الشرطة كدا، خرجونا يلاه تلاحظتونا حنا في تطوان. في الأول حطونا في تطوان، مشينا من تطوان يلاه دخلنا المحطة وعاودو شدونا. قالنا لهم حنا يلاه حطونا الخزنية ماشي يقونا، شدولنا الكارت حطونا الميدلت. كنت في الوقت ديال دار بدوس حطونا الميدلت صافي. شي ميدلت الدرية تما كانت كارية وكدا، صيفطاتني عند واحد المرا قالت لي راه كاينة في الريش تهلا فيك كدا. مشيت حطيت الكارت، لقاو لي دراري قالو شتي برانية على هنا. قلت لهم ياه برانية، وقالوا لي اجي واش فيك الجوع. قلت لي واه ما يدوني عند واحد المرا سميتها عريبة، داوني عندها هضروا معاها. قال لها الدريه راه حراقه وكذا، ما عندها لا لاكارت لا وراق لا فلوس. قالت لي يا باش تعيطات على المقدم والشيخ والبوليس مخزنيه هذا الشيء كامل. قلبوا ما لقاونيش محطوطه في مخشافون صافي. قال لي غتبقى هنا حتى وكان نلقاوك يلقاوك والديك صافي. بقينا قلت لي البارح زعما مشينا البارح مشينا عرفتيني عندهم باش نعاودو ديكلاريو. عيطنا على المقدم ديال الوزوط، هو اللي عطاني النمره ديال بابا باش هضرنا معاهم. شحال انت عند هاد المراه؟ سيمانه. وانت حافظه النمره ديال والديك؟ ما طايطيش لوالديك انت تقولي لهم هادشي يا مرا؟ انا درت النمره في ورقه في الاول، حداك الشيء جديت معايا النمره في ورقه. يلا بغيت نعيط عليهم فاش كنت فتش الدري اللي خد لي تليفون. واخا ما عندك حتى شي نمره انت حافظها في صحاباتك، في الناس اللي هنا في الرحمه، باك ماك العائله عندك عرفتي عبد الكريم كاين في الاسبان، هاد العائله حتى واحد فيهم ما قدرتي انت توصلي لي. لا داك الشيء عيطنا على المقدم ديال الوزوط، خد النمره ديال ولد خالي هو اللي عيط عليا وعطاني النمره لماما وبابا، وجاو ليا ولاد عمامي هما اللي جابوني. رجع معاك لهذيك الوقيته اللي كنتي في الماء، قلتي لي من الصباح الصباح حتى الليل ما عييتي ما كتعومي انت. واه عاودي لي على داك النهار، هذا هو المهم في الموضوع، داك النهار اللي دوزتي انت في الماء. انا بغيت نفهمو كيفاش داير. عاودي لي الناس راه كتعوم كتعيا ياك، انت قلتي لي من الصباح وانا في الماء حتى لقيتي راسكم تسيد تلف بيكم. سبته في الوقت اللي بغينا نمشيو لسبان الطريق طويله، داكشي علاش صافي قلبناها سبته، اختصرنا الطريق ومشينا لسبته. زبيك قلنا نمشيو لسبته، نمشيو للخيريه يصابوا لنا الوراق ديالنا ديك الساعه باش نمشيو لسبان. حيت داكشي اللي سمعنا حنا كيصابوا لك الوراق وكيصيفطوك لسبان، داكشي اللي درنا في راس. صافي قلبنا الطريق لسبته، واحد الدري اللي كان مقيدنا واللي كان عارف الطريق حنا كنا تابعينه، كنا لابسين شومبريرات كدا باش على حساب الماء. داك النهار في الماء كله كيفاش جاك داك النهار؟ نهار كامل انت في الماء. جني نهار قصير ما حسيتش بيه والله. ما كاينش معاكم تما اللي غرق مات؟ لا شحال ما حنا، المهم حنا فاش كنا غاديين كله كيف كف راس، كيف كيف كف الاخر، حتى خرج قليل العدد ديالنا قليل، الاخرين مشاو ما عرفش. حتى كيبان لك البوليس تابعين، حنا كنا في الاول معاولين نمشيو كليكه حيت حنا كثار، كنا حنا بغينا نهجمو، ولكن كيبان لك البوليس كثار صافي قبضوا علينا. كاين شي وحدين اللي دخلوا، شي وحدين تشدوا. شكون اللي زعمك لهادشي؟ الفكره مين جاتك في الاول؟ انا الفكره جاتني انا فاش شفت داك 15 تسعود الهجمه المغرب كله غادي كذا صافي، انا دخلت ليا راس وعاد باش زقنعوني الدريات ديال المدرسه صافي. تما قلت جربت انا حدي. واش ما كتشوفيش مروه بلي انت شويه زعيمه؟ انا مبسط انا وياك دابا اللي عطا الله عطاه، تلقيتي هاد الام اللي حداك كانت حماق باك الله عز وجل اللي علم بيه ياك. واش ما كتشوفيش انه هاد الزعامه اللي درتي اللي كنتي غتموتي في الماء تكون عييتي؟ انا تعياي ما تجبدي في الماء ولكن كتافك كيطيح وتموتي، اللي غير يعيولك الكتاف كتهبط. ما ندمتيش؟ ندمت بزاف. شي مشكل مكتوب مرة أخرى ما تعوديش هادشي. لا الصراحة أنا بغيت معك الصراحة، حيت أنا والله ما تنهضر مع غنكون شوف مروان أنت العمر ديالك حاكم عليك سن ما عندنا إشكال، ولكن الموضوع أنت تتكلمين أكبر من اللاج ديالك باش توصلين وحدة تدخل الماء. قالت لك من الصباح حتى الليل 14 عام من هنا عندك 800 درهم، 300 درهم اش غدير لك؟ ودرتي هادشي كامل والديك غادي يحماقو؟ داكشي اللي كنسولكو
واش انتي نضجتي دابا شويه لهذا الشيء اللي وقع، ولا باقي تقدري ديري بحال هذا الشيء؟ بزاف كمل قرايتك فيهم شي براقي شي براقي. مشاهدينا الكرام، والله العظيم لا، هذا هو الواقع. مع هذا الشيء اللي كتعاود هذه البنيه، سبحان الله العظيم، كلامها ما شاب العمر ديالها، تتكلم كل حاجه مخططه ليها، حتى التليفون دارت ليه البوشيطه 800 درهم باش مشات، زعما اللي غريب غريب والله العظيم. هي ديك الام اللي عودت لها وعرفتها صغيره وغتحرق، وقالت لها جابنيتي انا نسلكك، ورجال الامن كيديروا خدمتهم طبيعي، ملي كيطلعوا للكار كيسولوا كيلقاو هاد السيد، تقدر تقول لهم بنتي ولا هذا وهذا، ودازت الامور. علاش ما توعيش هاد البنيه كون ماتت؟ فين غادا هادي دابا؟ غادا غادا المطار، غادا في الطيارة، غادا في الماء. بزاف ديال الأمور. سؤال مهم آخر، ما تكرفش عليك هتم؟ لا شو والله شو واحد مقرب لي، ما مكره غير ديال الإجراءات والأمن، ويديروا شهادة طبية ويتأكدوا. مأكدة مشاهدي الكرام، غنشوف الأم تصدمتي كيما تصدمنا ولا لا؟ الام كتبقى ام، وانا بنيتي والله ما دير شي حاجه هنا ما هنا، غتصنطيني هادشي اللي ضاربه في البحر هادي نار، والله ما عمرني دوزت. ونقول لك انا نهار كامل وانا في الماء غادي نكذب، وهادشي اللي قالت لي دابا وشمع السين ديالها، شوفوا هاد الجيل هذا الله يعطينا بركته. قولي لي. الحمد لله بعد على كل حال، وكنحمد الله نشكرو، ربي يحفظ لي بنتي ترجعت لعندي بفضل الدعوات ديال الناس وديالكم، الله يجازيكم بخير كاع فيما كنتو، كل شيء وقف معايا في المحنه ديالي. ودابا بغيت ندير فيديو باش كاع الناس تفرح معايا لان بنتي رجعت، كنحمد الله ونشكره. وانا فعلا تفاجات وتصدمت بزاف، كيفاش بنتي مشات توصلت طنجه؟ انا هادشي اللي صدمني. وما الماء انا غنتيقها انها بقات النهار كله في الماء، حيت فاش كنسافر في الواد كتبقى راه من 8 الصباح تقدر تخلى من 8 الصباح كتعوم، ما عندهاش مشكل حتى المغرب. ولكن الواد كاين البلايص اللي عندهم الحدود تقدر توقف على رجليها. السيده كتقول لك راه غادا في الفندق ولا غارق هذاك الشيء، ما عندهاش فين تحط رجليها، والنهار كامل وقلت لك انا ما عرفتش الوقت كيفاش دوز، بحال كدير كتفرج في السينما. هذا الشيء راه ماشي لعب. شوفي هاد الزعامه ديال 14 سنه دابا فين وصلت، كيفاش كتشوفي انت كيفاش غتراجعي وراقك مع بنتك باش تضي معاها البال؟ هي ما عرفاش امور اخرى غادي نتكلم عليها في الاخير. فأنا ليلة يلا محمد رسول ما توقعتش هادشي، وتفاش قالوا لي كاينة في الريش ما توقعتش، ما تهتميت بالأمر، حيت الناس كيقول لي كاينة هنا وكنمشيو مثلا نلقى صافي، مبقيتش اهتميت بالأمر. شكون عيط لكم نتوما باش عرفتوها بأنه كاينة تما في الريش؟ نواحي يمكن خنيفرة. نعم، باش عرفتو نتوما؟ أنا في الأول أختي شي 3 أيام دابا عيطات لي، قالت لي هي كاينة في العطاوية، قالت لي راه لوسها حيت هو خدام في القشلة، هز شي دري هزو معاه في الطريق صافي. قال لي بقاو كيهضروا على شي، قال لي ملي جيتي قال لي كنت مع الحراقة راه تقطع بيا الحبل هزني صافي، وهزو بدا تيعاود ليه، هو يقول لي حنا راه عندنا واحد البنيته اختفت ما عرفناش واش حتى هي مشات ولا. قال لي كاينين شي بنات معانا، فاش وصف لي الوصفات قال لي راه كاينه بومال، قال لي ما عقلتش على السميه واش مروة ولا خديجة ما عقلتش صافي. وقالتها لي اختي، قالت لي سيرو، قلت لها اختي سميتو الريش عرفتي فين كاين؟ راه ما عرفتوش بصح داك الشيء غير الكذوب صافي. شفت ولد خالتي وولد خالي تما في خنيفرة دايرين شي في هذا في البروفيل، قالت لي واش نتوما كاينين في خنيفرة؟ قالوا لا. قالت لي دابا سيروا للريش، راه السيد اللي هزو لوسي هو عنده عندنا النمرة ديالو، هاي النمرة عيطوا ليه راه غيديكم، راه شافها في شي قهوة. وفعلا هما ما جاو فين وصلوا، عيطوا لنا الجندار من اوزود، قالوا لنا ها النمر ديال واحد لا جودان عيطوا ليه ديال الريش. وفاش عيط ليه قلت له فاك انا اللي كنقلب على مروة بومان راه بنتي، قال لي راه كاينه راه في امان. قلت له الله يجازيك بخير سير جيبها عندك باش نحس. قال لي السيده اللي عندها راه في الامان اكثر. اللي قالها لك المخزن اطمئني اكثر. انا صافي هنا كفاش قال لي المخزن صافي، انا عرفت داكشي كلشي بصح، ارتاحيت وبديت كنسجد وكنغوت وكان بالفرحه والحمد لله. ملي كنقول لها بنتي ترجع ما بقيت كنفكر في حتى شي حاجه، والحمد لله فاش رجعت هي بنتي راه واحد الفرحه ما كتوصفش، بحال رجعت لي الروح من جديد، حيت كنا زدت غير شهر واحد اخر ما نبقاش نقدر كاع نوقف.
ولكن مش ما كتشوفيش انه خصك تراجعي العلاقه ديالك ببنتك في هذا الشيء اللي وقع. درياها انا قلتها ونعاودها، اللهم بارك الله يهديها. انا مثلا انا ما تنتمناش ليها هادشي، الذكاء وهاد الزعامه وهادي كون كان عندها في قرايتها في شي امور اخرى كان افضل. اي والله انا ما كنتش عارفه كاع هادشي صراحه. بنتي حت كانت في يديا، الا مشات البلاصه الا مشيت انا البلاصه ما تمشيش، الا ما ديتهاش ما تمشيش. فانا تصدمت فاش بقات كتعاود ليا. تصدمت على سلامتك اولا، على سلامتك. اشني الرساله اللي تبغي تقولي لهاد الشباب اللي كيديروا هادشي ديال الله يجراه، وهاد البنيتات اللي يقدروا يبغيو يمشيو، ولا شنو الرساله اللي تقولي لهم؟ ابعد من هادشي والله، ابعد من هادشي. بلادكم احسن ليكم كيما احسن من بلادنا. والله داكشي اللي غنديرو في بلادنا راه ما نديروش بلاد الناس. هذيك 8 ايام كيفاش دوزتوها نتوما؟ خايبه. خايبه بزاف. شنو اللي خايب فيها عاودي لي؟ التكرفيس والجوع والبرد صافي. كنقول مع راسي كون رجعت بحال كنا ما درتش، كنا بقيت في دارنا. ندمت. من حسن حظك انك ما تحطيش في وحوش تموت كرصورك. صح. تلاقيت مع دراري ولاد بلادي، كل ما الله كل ما هو ما كانش قالت لي شي حاجه. ولاد بلادك منين؟ من الدار البيضاء فين كتعيشي ولا من اصل ديالي؟ بني ملاه. بني ملاه. هما اللي تلاقيت معاهم ولا عاونوني. على سلامتك، على سلامتك والله يهديك. هذه الكلمه اللي نقول لك تراجعي الاوراق ديالك. مشاهدينا الكرام، هذا هو واقع الحال في هذه القضيه اللي عدد كبير من المغاربه ماتوا هذه القصه صراحه. الله العظيم الا دخلت هادشي اللي كنسمع عندها 14 سنه الام تصطدم. الحمد لله لقات بنتها، ولكن التفاصيل في القضيه اللي غريبه. السؤال المطروح في الموضوع هو كيفية مراجعة سلوك الأبناء حتى لا يقع أي شاب ولا شابة في المحظور. بالدارجة المغربية ضد قمار، أنت غادي خالف القانون، الهجرة ممكن توصل، ممكن تموت، ممكن شكون الضحية في الأخير؟ هما الوالدين. الدراري 14 سنة هي الزعامة وهاد الشيء وهاد الجيل ديال دابا الله يسترنا. ولكن السؤال المطروح ما عندهاش بعد النظر. نفترضوا هذه اللي تنتكلم على هذه البنيه كان نموذج للشباب، نفترضوا مشيتي كاع وصلكتي ولا وصلتي ولا 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 وسمعتي مثلا بالام ديالك ماتت، عليك تبع لها مسكينه الله يسترها كما كان الحال، كيفاش غتعيش انت الحياه وانت السبب في وفاه الام؟ يجب مراجعه هذه القرارات الطائشه للابعاد ديالها. هنا كاينه حاجه اخرى، هو امر من الله والدعم للمغاربه والدعاء استجاب رب العالمين. الوسائل تختلف والغايه واحده. هي هنا، هي هنا، الزوا من هنا، تحطات هنا، هزات هذه المراه، يعني بحال الله سبحانه وتعالى رعاها هذه البنيه حتى وصلت عن طريق واحد السيد اللي خبر واحد من العائله اللي خبرهم قال لهم شفت هذه البنت من تما وقعت غاديه الخيوط حتى بانت فين؟ في منطقة بعيدة عن الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام، قصة مروة قصة للعبرة. آباء وأولياء الأبناء ديالهم أو التلاميذ إذا صح التعبير، راجعوا الأوراق ديالكم. راه كان ممكن تموت في البحر، كان ممكن تكريسة، كان ممكن تكرفص، كان ممكن في الغابة، بزاف الأمور. سترها رب العالمين، حفظها ربي، والدعاء للمغاربة. راه كتشوفوا التعليقات، وهذا سؤال غنعاود نرجع ليه باش غنختم. تعليقات الناس الطريقة باش كيديروا معاك يا ربي. تنشكرهم بزاف وحق الله، كلشي داعم معايا، كلشي فاش كنبقى نقرا التعليقات وكنبكي. الحمد لله المغاربة، المغاربة ديالنا الحمد لله حسوا بيا بحال الا كلشي الناس كيقولوا لي انت فايتنا غير انك ولدتيها. هادشي باش فايتنا راه حنا مألمين. كلشي من اوروبا، من امريكا، نعيطو الناس من السعوديه، الصبليون، الطاليان، فرنسا، كلشي الناس كيعيطو. كلشي مزيان درتيها مع خويا يونس، راه كمتبعينو، راه ألمتينا، قلبنا معاك، قلبنا مع مروه، قلبنا معاك ام مروه. الله يجازيهم بخير، كنشكرهم بزاف. واللي حمى ليا بنتي هو الدعوات ديالكم، والله يرحم ليكم الوالدين. كنشكركم بزاف، الله يجازيكم بخير. الله يسترك يا رب. مشاهدينا الكرام، غادي نختم بواحد المساله اللي غريبه في الموضوع.
هو في فيديوهات كاملين كنا كنسمعوا نساء ورجال، أقول بالدارجة المغربية، كيتلاعبوا بإحساس هاد السيدة. كنعرف اش تنقول. كاين اللي قال أنا شتها في القهوة، عمر الدرية كانت في القهوة، ها القصة هاي. 15 تسعود الشمال، الشمال عودت القصة من الأول حتى الأخير، فين حصلت في ميدلت، كيفاش تطلقات وأمور أخرى. هاد السؤال كنوجهو لهاد الناس، راه عندكم الولاد وعندكم البنات، ملي كيجيو هاد الكلام ديال شفناها في هاد القهوة، شفناها جات المدرسة قال لك راه يلا جات واحد نص ساعة ومشات، والأم كتشوى ما حنا حتى بلاصة هنا، مسكينة كدير الزيف، مرة خرجت بلا زيف، تتبع راجلها كيدير لها الزيف، حط الوضع صعب، مرة خارجة بصندالة مقلوبة، وضع زعما هاهي البنت دابا كشفات المستور. هادشي كله كذوب، والله العظيم الا استحي. كيقولوا الاولين قال لك العين كطير تتعيا ما كتفوت الحجب، يعني الحقيقه اليوم غدا غتبان غتبان. ايوا هاد الناس اللي كتعرفهم وتقدر تلاقى معاهم وتقول لهم لا انا رشتها بعيني، لقيتها ليه دخلت من هنا جات من هنا وعاود طلبها، كل وحده كتعطينا سيناريو في شكل، وفي الاخير نكتشف حقيقة الموضوع مغايرة تماما لأي تصريح من هاد الناس قالوا لها ولا هاد الشهادة. هادي علامة استفهام. مشاهدينا الكرام، الشكر الجزيل أول حاجة ونحمد رب العالمين اللي ستر هاد البنية ترجعت. الله سبحانه وتعالى إلا قال كن فيكون، أمر لا يناقش، الوسائل تختلف، الغاية واحدة، تأمنت هاد البنية. والدعاء ديال الناس اللي في الجالية المغربية وفي المغرب وفي المدن، وتيدعيو معاها وتيقولوا لها يا ربي، كل شيء كيدعي معها من اجل ان توصل لبنتها. الله سبحانه وتعالى والدعاء ديال هاد الناس هاي الحمد لله بين احضان والديها. مشاهدينا الكرام، هذه هي قصه مروه، قصه للعبره، يجب مراجعه سلوك الابناء كما قلت في السابق حتى لا يقع اي مغربي في المحظور، حتى واحد ما يتشوى على ولاده. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.